المسلسل بشكل عام مسلسل من العيار التقيل، لانه بيتعرض لقضيه يعني غايه في الاهميه. باختصار علشان مش عايز ادخل في تفاصيل كتير، يعني الان في المنطقه العربيه هناك يعني هناك اضطراب شديد على المستوى السياسي، مستوى كلنا شايفين اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في لبنان واللي بيحصل في اليمن وخلافه وفي ليبيا وخلافه. هذه الاضطرابات اللي حاصله النهارده، احنا رجعنا بالتاريخ لسنوات طويله مضت علشان يعني نؤصل لهذه الاضطرابات اللي بتحصل النهارده، او نعمل علاقه او نربط ما بين اللي بيحصل النهارده وما حدث منذ فترات طويله كصراع سني شيعي بين الدوله السنيه متوسله في الدوله العثمانيه والدوله الفارسيه اللي هي الدوله الشيعيه. ومن هنا تأتي أهمية هذا العمل في سياق درامي جميل ومتزن ومحايد وموضوعي، وليس هناك انحياز. احنا بنعرض وجهة النظر كما قرأناها وكما بحثنا فيها، يعني هذا ظني انه منتج العمل الأستاذ محسن العلي رجل مثقف ورجل متخصص، وبالتأكيد يعني غاص في أعماق هذا الموضوع وبحث فيه كثيرا حتى يكون يعني منطقيا وموضوعيا وغير منحاز، لأن هي مسألة غاية في الحساسية. طبعا الحوار مع حضرتك يعني الحقيقة ممتع جدا وسري بالأفكار البناءة. حابب قبل ما اسيبك عايز اعرف اخر اخبارك غير المسلسل، هل في مشاريع ان شاء الله قادمه؟ انا انضميت لفريق عمل الاستاذ عادل امام مسلسل الف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. لا من فتره يعني الله يبارك فيك، من شهر تقريبا، بعمل شخصيه حلوه كده مع الاستاذ مأمون وشركاء. مأمون وشركاء زعيم بقى، لاول مره حضرتك بتشارك معاه مش كده؟ اول مره. ده ازاي وهل الموضوع بقى كوميدي ولا بقيت شويه بالنسبه لك عن الكوميدي؟ هو المسلسل كله مسلسل اجتماعي سياسي عميق في اطار كوميدي، ودي افضل طريقه، يعني الاطار الكوميدي ده افضل طريقه توصل بيها هذه الافكار للناس. يعني ما ينفعش مش كل الاعمال تتقدم بشكل يكون تراجيديا، هي دراما كوميديه، دراما اجتماعيه كوميديه سياسيه. زعيم عادل امام يعني ممكن بيتناول حتى الارهاب، تناوله برضه باسلوب كوميدي. عادل امام يعني انا قربت منه بقى في الفتره دي. عادل امام حد واعي جدا جدا للي بيقدمه، جدا فاهم جدا وسلس وبسيط جدا في تعامله مع الاخرين بما يوحي انه مش واخد باله او مش فاهم قوي، لكن هو الراجل ده واعي جدا وفاهم جدا واحترافي جدا. يعني انا كنت متصور ان يعني راجل نجم كبير بهذا الحجم يبقى يجي متاخر وما ويقعد لا بقى ما هو الزعيم لا احترافي خالص، يعني له تقديره في اللوكيشن الذي يليق به، لكن بسيط وعينه على الكل. يعني أنا الحقيقة سعيد بالشغل معاه. دور حضرتك كوميدي في المسلسل؟ أصله لا هو مش كوميدي، بس هينتج عنه مرح يعني ابتسامة، لكن هو مش شخصية كوميدية يعني. لكن أنا بعمل رئيس جهاز أمن دولة أو حاجة زي كده، ورئيس يعني حد في الجهاز الأمني لطيف. أكيد هيكون دور رائع زي ما حضرتك عودتنا. الله يخليك. وكده حضرتك بتنافس نفسك في رمضان بعملين، احدهما تاريخي مهم جدا والاخر كوميدي ايضا مهم جدا، فشايف المنافسه دي ازاي؟ والاثنين يتفقوا او يتفق في ان ده عمل محترم جدا، مأمون وشركاء جدا، والناس لازم تشوفه وتشوفه كويس، مش عشان عادل امام بس، علشان الموضوع كمان مهم جدا يتفرجوا عليه. ونفس الشيء ينطبق على المسلسل التاريخي. الحقيقه احنا دايما اعمال الزعيم عادل امام بتكون عندنا على شاشه الشرقيه، وايضا اتوقع ان الشاه والسلطان يكون عندنا على الشرقيه، فاذا حضرتك بتكتسح دراما رمضان بالنسبه لنا. ربنا يخليك، ربنا ان شاء الله يكلل جهود كل الناس المخلصه
في بالنجاح ان شاء الله، ويقدموا اعمال تعجب الناس وتكون خطوه لقدام ان شاء الله. طبعا نجمنا الكبير كمال ابو رايه، بشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل ده، وبتمنى لك كل التوفيق باذن الله وتحصد الجوائز عن المسلسلين ان شاء الله. يا رب الله يخليك.